مشاهدينا، من خلال المشاهد اللي قاعد نعرض لكم اياها قاعد تشوفون ان يعني في موسم خريف ضفار، الضباب يمتزج مع الجبال ويخلق لنا لوحة ربانية فنية جميلة جدا يعني. وهذا المنظر اللي ينتظره الكل من سنة لسنة حتى يشوفون هذا المنظر الجميل اللي يخطف الأنفاس. أكيد فاطمة، احنا مستمتعين بهذه الأجواء الجميلة، وطبعا تلفزيون سلطنة عمان وبالأخص برنامج الناس والخريف دائما ضيوفة تكون مختلفة، يعني ضيوفنا دائما يكونون على الأنشطة اللي قايمين فيها في خريف ظفار. واليوم معنا المنذر بن راشد بن مرهون المعمري، أخصائي موارد وراثية نباتية بمركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أهلا وسهلا فيك أستاذ منذر. يا أهلا وسهلا أستاذ حارة وأخت فاطمة، حياكم الله وبياكم. يا هلا فيك أستاذ منذر، يعني ما شاء الله عليكم العمانيين، كل شيء تسوون منه ثروة وراثية وتحتفظون فيها وتشكلونها بطريقة أنه ممكن أن العلم والناس تستفيد منها، شنو سر هذا المشروع؟ صحيح، احنا اليوم نتكلم عن مشروع اسمه مشروع جمع وحفظ الموارد الوراثية النباتية المحلية ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عمان. المشروع طبعا جاب موافقة، احنا نشتغل عليه منذ 2018، ووافقت عليه وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وسعادة الوكيل وغيرهم من المسؤولين. والآن نحن نأتي سنويا بشكل سنوي إلى محافظة ظفار لجمع النباتات ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية بغرض حفظها وحمايتها من خطر الانقراض واستغلالها فيما بعد وإتاحتها للباحثين كذلك. أكيد، ومن خلال هذا المشروع نعرف المشاهد عن طرق الجمع والحفظ، وإيش الفرق بين الجمع وبين الحفظ؟ طبعا الجمع هو جمع النباتات أو أجزاء منها أو كل ما يتعلق بها من معلومات، هذا هو الجمع. أما الحفظ هو حفظها من المخاطر المحدقة بها. الجمع هو أن نقوم بجمع شيء ما من النباتات، احنا في هذا المشروع نجمع البذور، نقوم بجمع البذور بكميات يعني تسمح لنا فيما بعد فحصها، فحص حيويتها وفحص صحتها من وخلوها من الأمراض أو الأوبئة، ونقوم فيما بعد بإيداعها إلى البنك الجيني للبذور. إذا ما جينا للحفظ، طبعا الحفظ يتفرع بشكل كبير. كيف يتفرع؟ ممكن حفظ الكائن، أي كائن إن كان في هذا الوجود، عن طريق إما حفظه في موقعه الطبيعي في الجبال أو في بيئته، أم حفظه خارج موطنها الطبيعي. في العادة تتشارك مختلف المؤسسات في حفظ الكائنات الحية، مثلا الحفظ داخل موقعها الطبيعي تقوم هيئة البيئة بعمل المسورات والمحميات لحفظ الكائنات الحية مثل النباتات والحيوانات. كذلك الحفظ خارج موقع الكائن الأصلي أو الطبيعي مثل بنوك الجينات أو البنوك الحقلية أو بما يسمى بالحدائق النباتية مثل حديقة مثل المحميات الحقلية. تكون المحميات هي الحفظ داخل الموطن الأصلي، مثلا هذا الجبال في محافظة ظفار تقوم هيئة البيئة بجعلها منطقة محمية، أي لا يمكن الاحتطاب منها ولا يمكن الرعي فيها ولا يمكن للحد من الاستهلاك الجائر للنباتات ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية. أما الحفظ خارج موطنه الأصلي فأنت تقوم بجلب الكائن بالنفس وحفظه خارج موطنه الأصلي. احنا في مشروعنا نقوم بحفظ الكائنات أو حفظ النباتات عن طريق تخزين بذورها في البنك الجيني للبذور الذي قمنا بتأسيسه بالتعاون مع جامعة نزوة في جامعة نزوة، ونقوم بتخزين بذور هناك لأكثر من 20 سنة لمئات السنين، وفي غرفة خاصة في البنك الجيني نتيح من خلالها عن طريق صفحة الإنترنت الخاصة بمنصة البيانات لمركز موارد، يقوم الباحثين أو الباحثون بطلب تلك البذور والاستفادة منها واستغلالها في شتى المجالات. يعني أستاذ منذر، بس توقفك عند نقطة معينة، يعني أقدر أفهم الفائدة أو الأهمية الاقتصادية
للنباتات، ولكن شنو هي الأهمية الاجتماعية؟ سؤال جميل في الحقيقة. أن الأهمية الاجتماعية والاقتصادية شيء مترابط، لا يمكن فصل أو نادراً ما يتم فصل هذه المصطلحات عن بعضها البعض. ما هي الأهمية الاجتماعية والاقتصادية؟ طبعاً أي شيء يدخل في حياة المجتمع يؤثر في المجتمع سواء سلباً أم إيجاباً يعتبر ذا أهمية اجتماعية. مثلاً تأثير في صحة الإنسان، التأثير في سعادة الإنسان، التأثير في سلوك الإنسان. الآن المدن الحديثة يتم تشجيرها أو جعل تلك الطرق خضراء ذات منظر مريح. في العادة هذه المناظر تقلل أو تزيد من الحوادث ومن المشاكل كذلك. أنت لما تنضغط نفسيا تقوم بعمل مشاكل، لكن إذا كان يعني المنظر بديع وجميل تكون المشاكل أقل. كذلك بالفعل كذلك الحالة الاجتماعية، كان فيما مضى يقوم المجتمع العماني على التعليم تحت ظل الأشجار وباقي المجتمعات، وهناك أشجار سميت مثلا سدرة المجلس، غافة القرية الفلانية، الزامة الفلانية، هذه أسماء نباتات، ولأهمية النباتات سميت بعض القرى بأسماء النباتات. شكرا لك الأستاذ المنذر بن راشد بن مرهون المعمري، وطبعا احنا سعيدين جدا بتشريفك في استوديو الناس والخريف، وأكيد بالتوفيق، نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله يا رب. إن شاء الله تعالى. شكرا لك. أحسنتم، شكرا جزيلا. ومشاهدينا الكرام، في ظفار وفي فترة الخريف نفس ما شفنا الحين هذه الأنشطة الجميلة، ولكن في فترة الخريف تتوشح الجبال الضباب، وكأنها سبحان الله الخالق يا فاطمة كأنها قاعدة تعيد تكوين نفسها. فعلا يعني قاعدة نشوف امتزاج جميل بين الأرض والجبال والضباب، يعني منظر يخطف الأنظار. ومثل ما حسينا بالأيام اللي طافت أيضا كان في رذاذ أمطار خفيفة منعشة أنعشت الناس وأنعشت الأرض، وهذا الشيء اللي رح ننقل لكم إياه من خلال الفقرة الجاية في مذكرات الأرض، هذه الفقرة الممتعة نترككم معها.